السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوف واحد المثال ديال واحد التمرين اللي طالبين منا أن أعطونا واحد العدد مكتوب في الدوبل بريسيزيون وقالوا لينا شحال هو ليكيفالون ديالو في الديسيمال. دونك فاش يعطيونا بحال هادشي، أول حاجة كنشدو هذاك العدد ديالنا كنقسموه للأجزاء باش نستنتجو الأس ونستنتجو الأم ونستنتجو الأو. دونك حنا كنعرفو أن إلا كانت عندي الدوبل بريسيزيون فالحرف الأول أولا البيت الأول كيعني ليا هو الأس، دونك هنا هو الزيرو. من بعد عندي الأو ديالي مكتوب في 11 بيت، دونك غنحسب 11 بيت. أنا هنا عندي 9 زيروات وجوج وحدات هي 11، هذا هو الجزء تاع أو، وما تبقى يكون هي لامونتيس. هنا ما زادوهاش زيروات باش تولي 52 بيت، المهم اكتفاو بهذه ماشي مشكل. فدونك غنستنتج أن الأس ديالي هو هاد الصفر، الأو ديالي هو هاد الجزء، وغادي نحاول أنني نحولو للديسيمال باستخدام يعني لا فورم بولينوميال ولا الجدول اللي بان لكم. دونك انا هنا استخدمت لا فورم بولينوميال ولقيت بان الاو خرج ليا هو 1025، والام هي هذا الجزء الثالث هذا، دونك الام هي 1101. غادي نجي غنستخدم لا فورم اللي عاطيني في لوكور ان العدد كيساوي ناقص واحد اس اس، غنعوض اس بقيمتها، فهو واحد فاصلة الام، غنكتب الام القيمه ديالها، فوا جوج اس الاو ناقص 1023 حيث انا خدام الدوبل بريسيزه. دونك الان يساوي ناقص واحد اس صفر غتمشي حيت هي واحد، واحد فاصله لامونتيس اللي كتبت فوا جوج اس 1025 اللي هي الاو اللي لقيت ناقص 1023 اللي غتخرج جوج. دونك غيولي عندي الان هو واحد فاصله 1101 فوا جوج اس جوج. فاش غادي نقدر نخليه بحال هكا ونمشي نلقى هذا في لافورم، فهذا هو بينا غنحولو للديسيمال من بعد نضربو في ربعه، نقدر نجي انا هنايا حيد الفاصله كما في العمليه العكسيه كنجرو الفاصله هنا، دابا انا غنردها لبلاصتها. دونك عندي الاس فيه جوج يعني الفاصله نقدر نجيبها بجوج، هي هذه جبتها بجوج وحيدت الاس، فهذا الشيء كيساوي 111.01 في لاباس 2. دابا نديرو لا فورم بولينوميال بالنسبه للجزء الصحيح حنا عادي كنخدموه، وبالنسبه اوسي للجزء العشري فحنا كنخدموه بالاسات ديال السالبه. بالنسبه للصفر راه فوا جوج اس ناقص واحد، هذاك حيدته لان الضرب في الزيرو وخليت واحد فوا جوج اس ناقص جوج هي هذه. فاش غادي نديرو لو كالكول ديالنا غتخرج لينا هي زائد 7.25 في لاباز 10، وهكا غنكونو لقينا ان هاد العدد هذا كيساوي في لاباز 10 زائد 7.25. وما نساوش اننا نديرو الاشاره على قبل هاد لوبيت اللي عطاها لينا اللي هي لو بلوس. فوالا جيسبيغ ان يكون هاد التمرين جاكم ساهل، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.